من امام مستشفى العزل بمحافظه الاسماعيليه. معكم السيد فلاح، وهتكلم مع حضراتكم عن تفاصيل الحاله الصحيه للفنانه القديره رجاء الجداوي، واللي بتستكمل 41 يوما داخل مستشفى العزل، مستشفى ابو خليفه العزل الصحي بمحافظه الاسماعيليه. وهي كان دخلت العزل الصحي بالاسماعيليه ليله عيد الفطر المبارك يوم 24 من الشهر قبل الماضي، وهي استكملت النهارده عن الستة التي أجرتها بي سي آر اصطابتها الفيروس كورونا المستجد بعد انتهاء مسلسلها الرمضاني الذي عرض في رمضان الماضي، وأثبت اصطابتها فيروس كورونا ودخلت المستشفى طبعا، وكانت تعاني من حاجة وحيدة فقط هي ارتفاع درجة حرارتها. تم التعامل معها ومنحها أدوية لانخفاض درجة حرارتها، فانخفض درجة حرارتها ثم ارتفعت، وكان هناك مشكلة في ارتفاع وانخفاض درجة الحرارة إلا أن استقرت واحتاجت تنفس عادي ومن فترة تدورت حالتها الصحية بشكل صعب جدا، وكانت هناك مشكلة في الرئة وكانت هناك صعوبة في التنفس، فاحتاجت إلى جهاز تنفس اختراقي وتم وضعها على جهاز تنفس اختراقي بالعناية المركزة لمستشفى أبو خليفة. ومنذ 15 يوم وهي موجودة على جهاز تنفس اختراقي في حالتها، إلا أن اخر تصريحات الفريق الطبي المعالج الرئه بتستجيب جدا، ونسبه اكسجين في الدم بجهاز 80% في حاله طبعا جيده جدا للحاله او الوضع الصحي اللي هي فيه، لان طبعا نسبه الاكسجين في الدم بدون الجهاز تصل ل 60%، وهي نسبه خطره جدا، ولكن هناك يعني الجهاز بيقدر يضغط اكسجين في الدم بنسبة 80%، وهي نسبة حلوة جدا. حالتها ما فيش فيها أي تطور أو تدهور، يعني في استقرار في حالتها. الأطباء بيقولوا يعني عندنا أمل إن شاء الله إن الرئة ترجع تشتغل الفترة الجاية طالما هناك استقرار في حالتها الصحية وفي تحسن نسبي طالما الرئة بتستقبل الأكسجين. وإن شاء الله يعني دعواتكم إن شاء الله إن الفنانة رجاء الجداوي يتم شفاها على خير إن شاء الله وتخرج من العزل الصحي. وأنتم عارفين طبعا حضراتكم إن حتى الآن تم إجراء ثلاث مسحات كانت بعد حقنها بما لازم تتعبيه يومين، والمسحة الأخيرة كانت طبعا منذ قرابة 12 يوم، وكانت ثلاث حالات ثلاث تحاليل التي أجرتهم فنانة رجاء الجداوي كانوا إيجابيين لإثبات الفيروس المستجد. حتى الآن لا يوجد نية لإجراء أي تحاليل بي سي آر ليها تأكد من وجود فيروس من عدمه، لأن حالتها طبعا غير مستقرة موجودة على جهاز تنفس احتراقي، فبالتالي لا جدوى من اجراء تحاليل فيروس كورونا ليها. الفنانه رجاء الجداوي طبعا كانت قبل فقدانها الوعي طبعا كانت مستاءه جدا من كل الاخبار والشائعات اللي بتنتشر حولها وسببها على السوشيال ميديا، بسبب طبعا كلام كان بيطلع كل شويه السوشيال ميديا ومواقع التواصل اللي بتاكد وفاتها. وهي طبعا لما احتاجت لجهاز تنفس اختراقي الفريق الطبي منحها أدوية لمساعدتها في القدرة على دخول هذا الجهاز، لأنه عبارة عن أنبوب بيدخل من الفم يصل للرئة، فبالتالي لازم تحصل على أدوية تفقدها الوعي لقدرتها على التعامل مع هذه الجهاز. طبعا كانت قبل هذا الجهاز كانت واعية جدا، وكانت تتكلم مع الفريق الطبي عادي وتتناقش معاهم وتتكلم معاهم، وكانت بتطالب محبيها بالدعاء ليها ان شاء الله يعني ازمه صحيه وتعدي لفنانه قديره محبوبه قد ايه. احنا عارفين ان العالم العربي متابع حالتها جدا، لكن احنا بنطالب ايضا الالتفات الى اشاعات السوشيال ميديا بتتابع على مدار اليوم، واللي حابب يتابع اخبار رجاء الجداوي من خلال صفحه اليوم السابع الموثقه بالعلامه الزرقاء، وبيتابعها اكثر من 18 مليون شخص، بجانب ايضا موقع اليوم السابع طبعا هو اكبر موقع اخباري في العالم العربي، واللي بتابع على مدار اليوم يوميا الحاله الصحيه للفنانه رجاء الجداوي. متابعي اليوم السابع في كل مكان انا بشكر حضراتكم على المتابعه. اذا باختصار الحاله الصحيه للفنانه رجاء الجداوي بعد مرور 41 يوما في العزل الصحي، هناك استقرار في حالتها الصحيه، تحسن لحد ما، ولكن الرئه ما زالت بتعاني من مشاكل عدم القدره على التنفس. جهاز الاكسجين التنفس الاختراقي الموضوع لها طبعا
بتضخ نسبه اكسجين في الدم 80%، ودي حاله كويسه جدا في انتظار ان شاء الله تطور وتحسن الرئه عندها لقدرتها على التنفس وضبط نسبه الاكسجين في الدم بدون جهاز تنفس احترافي. مشاهدي لمسافر في كل مكان، دي كانت تغطيتنا من امام مستشفى العزب في الاسماعيليه ومتابعه الحاله الصحيه.